يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده من صباح الشرقيه، راح ناخذكم ويانا بتقاريرنا المنوعه حول العالم. يسعد صباحك اشتمل. يسعد صباحك زين وصباح الخير عليكم مشاهدين من وين ما كنتوا تتابعونا. نتمنى لكم يوم سعيد وخميسكم فل ويا سمين وتستمتعون بيومكم، واكيد ان شاء الله يحلى يومكم ويانا ويا فقراتنا اللي محضرين لكم اياها. بالبدايه مثل ما تعودتوا لنا وقفه مع ابرز العناوين. هل تفضل التنزه والخروج للمطاعم في أيام العيد أم تكتفي بجمعة الأهل والجلسات والعزائم العائلية؟ هذا هو موضوع استطلاع حلقتنا لليوم. من أربيل زين وزهراء ينسقان ويزينان طاولة العشاء بمناسبة عيد الفطر. وتعويض السوائل والأملاح المفقودة خلال شهر رمضان مع اختصاصية التغذية رغد جومرت. تجمع العوائل واحتفالات العيد وأجواءه ننقلها لكم مباشرة من دهوك. أما في خبر المنوع لحلقة اليوم، مسن برازيلي يعمل لمدة 84 سنة في وظيفة واحدة. وبنهاية العناوين أكيد ما راح ننسى سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم اللي هو هل تفضل التنزه في الخارج أم أنه تقضي وقتك مع العائلة؟ كالعادة تقدرون تنسخون الكيو آر كود الظاهر أسفل الشاشة اللي راح يأخذكم مباشرة لصفحتنا على الإنستغرام وتقدرون تتفاعلون ويا سؤال حلقتنا لهذا الصباح. إذن زين خلينا نبدأ مشوار حلقتنا لليوم، خليكم متابعين. يلا. هواية من عندنا ما يحبون قاعدة في البيت خصوصا بأيام العيد، يعني لازم نطلع ونتونس ونروح مطاعم ومنتزهات ونغير جو، خصوصا بعد ما انتهى شهر رمضان المبارك اللي كان يومنا يخلص ما بين الصيام والتعب بالنهار والكسل والخمول ما بعد الإفطار، فنادرا ما كنا نطلع خلال هذا الشهر. طبعا أكيد تامل همنا ما راح ننسى جمال والحلو باللمات العائلية خلال هذا العيد والعزائم اللي ما تتفوت. وكلش ضروري وهم انه نقضي اوقات وبعض الوقت ويا الاهل خصوصا في ايام مثل ايام العيد. فخلونا نسال العالم باستطلاعنا لحلقه اليوم، هل تفضل التنزه والخروج للمطاعم في ايام العيد ام تكتفي بجمعه الاهل والجلسات والعزائم العائليه؟ فخلونا نتابع هذا الاستطلاع. برا انه احب اطلع برا ويا اهلي ويا صديقاتي، انه برا نطلع دائما كل عيد او حتى لو بالايام العاديه نطلع برا ويا اهلي لو ويا صديقاتي حتى لو ويا اهلي نطلع برا نحب. مطاعم مولات هاي اماكن هيك نطلع. طبعا بدايه العيد تبدي تجمع العوائل الاهل وهذا الريوق، بعدين نفضل الطلعات المتنزهات، المولات، السفرات السياحية، وبعدين تبدأ التعاليل العائلية بالليل. لا نفضل أنه نطلع بيوم العيد لأنه يعني الواحد يغير جو ورمضان وشانت أنه هواية أجواء عالية وهيك فنحب نغير. كل الأعياد ونروح على نحب نروح مصايف ونروح أماكن عامة وحدائق منتزهات الشغلات. طبعا
افضل الطاعه ويا الاهل ويا صديقاتي، احلى يعني من الجمعات العائليه، نقدر بكل الايام نجتمع يعني بالبيت وهذا، بس بالعيد يعني يكون يوم مميز ويا صديقاتي ويا اهلي نطلع يعني يكون احلى. والله الجلسات مع العائله اول بدايه ايام العيد، وبعدين نذهب مع الاصدقاء والاقارب، نذهب الى الخارج والمتنزهات والحدائق. وكل عام والشعب العراقي بألف خير يا رب، وينعاد عليهم بالصحه والسلامه. والله هو احنا المعتاد عليه اول يوم دائما يعني بين العائله، واحد يعايد الاخ الاهل الاخوه، وثاني يوم نطلع للمناطق السياحيه المتنزهات المطاعم، نغير الاجواء العيد مالتنا. اكيد انت اول يوم لازم تعايد والدتك الحجيه للوالد الله يرحمه والعائله، ونتعايد بيناتنا، وثاني يوم نتوجه للمناطق اللي نطلع بها السياحه او المطاعم والمتنزهات. يكون اول يوم على حسب قعده الاهل واللمه، وثاني يوم يكون لو يكون بي سفر او طلعه مطاعم. اي اكيد كل عيد هذا برنامجنا، اول يوم ويا الاهل وثاني يوم نطلع مطاعم ونشتغل. إذا مشاهدين مثل ما شاهدنا بالاستطلاع، الناس فعلا بهذه المناسبة يحبون اللمات والتجمع، فعلا العيد اللي يميزه هو لمة الأهل والأحبة. يعني ما تخيل العيد ممكن يكون بدون هاي اللمات صراحة، والعيد مرتبط فورا بهذا الموضوع، بس ممكن تكون مرات للتغيير إنه واحد يتنزه برا. خلينا نقرأ بعض من تعليقاتكم الموجودة على الانستغرام. بتول تقول شلون نطلع برا والجو تراب، فعلا بغداد الجو كلش تراب. أيضا محمد يقول ما يحلى العيد إلا بلمات الأهل. هو هذا صحيح. تعرفين تعمل مع العلم احنا شويه ويا الوقت شويه بنغير هواي عادات احنا تعودنا عليها. يعني قبل كان اكو زيارات خاصه تصير اول الصبح، يعني من بدايه فعلا. الصبح نبدي الاهل يزورون الاخ الاكبر او بيت البيبيه. بنشوف انه هاي العادات دا تقل. فنتمنى انه خاصه لمه العائله على الاكل ما تختفي من جدول مواعيدنا وزياراتنا في العيد، ونحافظ على هاي التقاليد الحلوه اللي تنطي بسمه وطعم خاص لكل عيد احنا نمر به. فعلا زين. خلينا مع بعض نستقبل ضيفتنا الاولى اليوم اللي هي اختصاصيه التغذيه رغد الجومرد، واللي راح تكلمنا اكثر عن موضوع كيفيه تعويض الاملاح والمعادن اللي ممكن فقدناها خلال شهر رمضان المبارك. صباح الخير عليك رغد. صباح النور. صباح الخير وكل عام وانت بخير. بألف صحة وعافية ان شاء الله. جميعا ان شاء الله عليكم وعلى عوائلكم همينه. تسلمين. رغد طبعا احنا سعيدين بوجودك ويانا، واكيد راح اسالك سؤالنا لحلقه اليوم اللي هو انت تفضلين اللمات اللي تكون بالبيت او تطلعون برا البيت؟ والله غالبا العيد هو مثل ما قلتي لمات الاهل يعني، واحنا عندنا اول يوم العيد مقدس لازم هم بيت نانا يعني بيت الجد او بيت الجده، فكنا نجتمع هناك والغدا لازم يكون هناك يعني كل هذا قانون. لا مو اول يوم العيد هذا فرض، بعدين الايام الباقيه يعني حسب شوية. بس غالبا بسبب الازدحامات اللي تصير ايام العيد فلا يعني اما يعني من بيت لبيت بتكون تنزه وهاي الاشياء اللي الله يحفظك. يعني اعتقد الايام الاولى كلها تكون بين الزيارات وتزورون ويزورونا ويجون يمنا ولازم نرجع نرد الزياره، فشغلات حلوه احنا نتمنى انه نحافظ عليها مثل ما قلنا بالبدايه. يعني حاب اسال اليوم رغد، احنا خلال هذا الشهر وكل الاشخاص اللي اكيد قدروا خلي يقول صاموا خلال هاي الفتره فقدوا هوايه سوائل واملاح باجسامهم، فشلون احنا نقدر هسه نعوض الاملاح والسوائل اللي احنا افتقدناها او فقدناها خلال شهر رمضان؟ تمام. مبدئيا لو كان الصيام صحيح وكان كنا ناكل وجبات مضبوطه ومحسوبه وهي الامور كلها ما راح يصير عندنا هذا النقص. لو صار عندنا هذا النقص عليه مؤشرات، يعني مو اي احد صام ممكن يعاني من هذا الموضوع. نقص الاملاح والمعادن، نقص الفيتامينات، ممكن يعني يلي هذا الشهر التعب، يعني الارق، الصفار الوجه، هاي الامور كلها ممكن فقدان شديد بالوزن. يعني مو ابو كيلوين ثلاثه هذا الطبيعي، لا ممكن يكون 5 كيلوات واكثر، هذا نخاف عليهم او هاي الفئه من الناس نخاف عليهم.
شلون نعوض؟ نرجع نبدي نلتزم بدايت محسوب العناصر الغذائيه الكامله بي، وشويه شويه نرجع نسترجع صحتنا. يعني تركات بسيطه ممكن نسويها. حلو. نخاف احنا على يعني انه قله المي وقله نقسم الموضوع الى قله المي وقله المغذيات اللي هي الفيتامينات والمعادن. حلو. رغد، مثل ما ذكرت انه ممكن من شخص لشخص يكون اكو اختلاف، وكل واحد نظام الغذائي اللي كان اثناء شهر رمضان، فلازم واحد يعرف شنو ممكن تكون عند النقص، شنو الاملاح والمعادن بشكل عام. شنو ممكن نحدد الاطعمه اللي ممكن من خلالها نعوض هذا النقص مال الاملاح والمعادن؟ تمام. يعني اول شيء ونمبر 1 اللي هو الحليب. الحليب كوب الى كوبين حسب يعني الشخص وتحمله وطبيعه اكله، يعني مينيمم كوبين حليب باليوم لازم يكون حتى نرجع كل الفيتامينات والمعادن اللي خسرناها، كل الالكترولايت، يعني عضلاتنا، نشاطنا، كله ممكن نعززه بالحليب. الناس اللي عندهم يعني هم اللاكتوز تولرنس او الحليب يسبب لهم غازات او تحسس او يعني نفخه، نعوض باللبن. اللبن او الشنينه، هاي من اكثر السوائل اللي هي، وطبعا نروح الى الحليب يعني قليل الدسم، افضل من خالي الدسم، لانه هم نخاف على زياده الوزن بالحليب الكامل الدسم. بس رغد، تدرين مرات يقولون حليب الكامل الدسم هم بفوائد يعني طبعاً جدا طبعاً. يعني الناس اللي ما عندها مشكله بزياده الوزن، انا يعني دائما افضل حليب الكامل الدسم، ونبتعد نهائيا عن الحليب خالي الدسم او الزيرو فات. لان هذا الزيرو فات خسرنا كل الفيتامينات الذائبه بالدهون، اللي هي مثلا فيتامين دي، فيتامين اي، اللي كلش مهمين للعضلات واحنا يعني والنمو، هاي الامور كلها. الحليب زيرو دا زيرو فات هذا نبتعد عنه نهائيا. اذا قليل الدسم هو اللي قليل الدسم او هاي المتوسط الميديوم، هاي الامور ممكن تفيده. بس ليش الحديث عن الحليب رغد؟ يعني بيظل وجود كل السوائل الموجوده، العصائر، المي، تمام. ليش حددنا حليب بالتحديد؟ الحليب لانه يعني اول هو مصدر حيواني، اي معدن او اي فيتامين جاي من مصدر حيواني يكون امتصاص اسهل بالنسبة لنا ونستفاد منه أكثر. ما قدرنا نحصل يعني مثلا كالسيوم من مصدر حيواني يفرق عن كالسيوم من مصدر نباتي. نباتي. فالحليب احنا نعتبره نمبر 1. نيجي رقم 2 اللي هي الفواكه والخضروات. فواكه مثل نقول رقي، خوخ، هاي الموسمية، فراولة. تحتوي على المي، يعني تحتوي على المي وكمية هائلة من الفيتامينات، وخاصة فيتامين سي. فيتامين سي لما يكون اوبتيمال بجسمنا كل باقي الفيتامينات بالتسلسل هيك تصير ترجع تصير اوبتيمال. حلو. رغد، زين برايك ناكل هالفاكهه مثل ما هي او العصير يكون افضل؟ طبعا هو الفاكهه مثل ما هي افضل، بس لا غير انه شربنا العصير. يعني انا ما عندي نهائيه مشكله ضد العصير، وخاصه يعني ناوديز اكو عندنا هاي المشينز اللي هي تنطي الالياف كلها، يعني مو تعزلنا يعني تعزلنا الالياف تنطينا بس مي العصير، لا، كلها تصير يعني سموذي وناكل كل شيء، فابدا انا مو ضد العصير. حلو. سبيشالي للناس اللي ما ملتزمه بدايت، يعني الناس اللي وزنها طبيعي وما عندها مشكله بالدايت. اي هذا انت قصدك كان العصير العادي اللي احنا نسويه بالبيت او العصير، لانه اعتقد احنا اليوم العصائر اللي نشربها خلينا نقول بالريستورانتس او المطاعم ما نعرف يعني شنو هي الموجود بها، ممكن او مو اصلا طعم يكون طبيعي، تحسين اكو شكر فيها او شكر ومنكهات وهاي الوان، حتى احيانا صبغات والوان هاي اللي هي يعني ما اعرف حتى شنو مصدرها. فهاي ممكن مو قصدك هاي اللي العصائر المنزليه اللي احنا نسويها ممكن بالبيت او المنزليه. زين خلينا نحكي على موضوع الفيتامينز والاملاح بشكل انه مو تكون طبيعيه بالاكل وانما كحبوب ويعني كبسولات، تنصحين بها هاي السبلمنتس؟ لما نبدي ناخذ اي سبلمنت، اي سبلمنت فيتامين او معدن لازم يكون عن طريق طبيب او صيدلي. يعني هذول الاثنين اللي يوصفون، حتى اخصائي التغذيه انا مو من حقي اوصف سبلمنت، لكن قبل ما ناخذ السبلمنت لازم نسوي فحوصات لنتاكد فعلا انه احنا عندنا نقص بحديد، نقص بي 12، حتى الفيتامين سي، هاي الاشياء كلها لازم نتاكد انه عندي نقص، والا الدايت المضبوط الدايت الكامل ممكن يحقق لي كل الاحتياجات اليوميه بدون ما الجا الى السبلمنت. يعني هسه اجى بالي سؤال يعني مهم جدا، هو انت طرحتي هذا الموضوع، السبلمنتس اللي احنا ناخذها واغلبيه العالم ياخذوها اعتقد خلال شهر رمضان همين هواي عالم التجأوا انه ياخذون السبلمنتس او الفيتامينات الموجوده عاده بالصيدليات بدون ما ايضا يرجعون، انا واحد من الاشخاص اللي اخذ الفيتامين اي تو زي بدون ما ارجع للطبيب، هل هذا الشيء مضر؟ هو مو مضر، بس اكيد الصيدلي دا يعرف يعني يسالك اسئله قبل ما يبيعك هاي الاشياء، يعني انه فعلا تحتاج
او مثلا مسوي فحوصات. ما هي احتياجات يوميه ممكن احنا ناخذها اذا اكلنا مو مشكل وما بي اصناف منوعه من ممكن هي مو مضره، لكن هي زين يعني منين جاي هاي الفيتامينات والمعادن؟ مو من مصدر طبيعي، هي غالبا تكون مصنعه. فاحنا المصنعه كثرتها ممكن تاذي الكليه صح، لانه الجسم راح يصير انت التوكسيك، هاي راح تصير زياده يعني حتى اللي عنده نقص. اسمع، كل فتره لازم ياخذ بريك بالضبط، ما ياخذ اي نوع من المكملات او الحبوب اللي هي الا اذا الطبيب امر بانه مثلا احيانا عندنا نقص حديد يحتاجون 3 مانث ثلاثه اشهر، او فيتامين دي يحتاجون ثلاثه اشهر يلا يقطعون، اما الباقي فشهر سبلمنت. حتى نشوف احيانا الحبوب هي مثلا 30 حبه او 60 حبه بالعلبه، فهذا هو كافي، ناخذ استراحه وبعدين، الا اذا الطبيب اوردر الطبيب امر مكمل. الطبيب خلاص هذا اوردر يكون. كلش مهم هذا الموضوع، حلو جدا. زين شنو احنا هسه قلنا فتنا وخلاص شهر رمضان والاجواء الحلوه والاكلات الدسمه، شلون واحد يتعود على نظام الدايت اللي هو كان متعود عليه قبل رمضان واللي تخربط بسبب الصيام وتعرفين الاكل الدسم بالفطور والسحور؟ من اهم الاشياء اللي نرجع على نظامنا كله هو وجبه الريوق. لو نرجع شويه بس نبذل جهد خاصه اول ايام تكون صعبه، ارجع واحد يعني بالضبط ارجع لا اقعد الصبح اتريق ولو بشويه، مثلا لو نص لفه لو اي شيء بالتدريج، ما راح اكل بالليل وراح يرجع شويه الساعه البيولوجيه مالتي تتحسن. حلو رغد، خلينا نحكي بشكل عام، شنو ممكن تقدمين نصائح للمشاهدين اليوم كغذاء يكون متوازن ومتكامل خلال اليوم؟ احنا رجعنا هسه بعد نظامنا مثل ما قلتي الروتين، فشنو ننصح؟ هي كانت فرصه طبعا رمضان انه واحد يعدل شويه ويتعود على انه الصيام المتقطع نوعا ما او يصوم خلال اليوم، فشنو ننصح المشاهدين اليوم يكون على مود نظامهم متوازن ومتكامل؟ تمام، يعني النصيحه لانه اولا خلصنا رمضان ولانه اجى الصيف وبدت الاجواء الحار وهي الامور، فاذا كوبين حليب باليوم هاي لازم، ما قدرنا الحليب راح نعوض بالشنينة او اللبن. كاسة سلطة يوميا، السلطة يعني هم نعتبرها سوائل، نعتبرها كل الخضروات اللي بالسلطة العراقية هي يعني غنية بالماء، يعني الطماطة الخيار الخس هاي الامور كلها تعوض لي، تنطيني هم فلويد تنطيني فيتامينز ومعادن، وبالاضافة الى حصتين فاكهة باليوم، يعني مثلا خلينا نقول رقي، بطيخ، خوخ، هاي الفواكه الصيفية كلها لو ارجع استغل هذا الموسم بالتأكيد شوية شوية راح نرجع على نظامنا. نترك المقالي، إجا الصيف والتخمة والحر ويا الدهون راح تسبب هواية مشاكل بالمعدة والحرقة والحموضة وهاي كل هالأمور، ويا الصيف تزيد نتيجة عجرة خنتي رغت يعني الحموضة هسه بهاي الفترة يعني تقرمية هسه خاصة حموضة الكليتشة مال العيد وهاي اللي هي فترة العيد ورجعناها، فالحموضة اكو ناس انه عادات انه من الصبح يتغدون وبعد يعني العيد بعد هسه كان كله باتشا وتمر فاصوليا وقيسي وتمن وهاي الاشياء كلها، لازلنا احنا يعني تخمة العيد ومشاكل العيد ومشاكل الهضمية اللي ممكن نتلافاها يعني شوية تعديل أو خطوات بسيطة بغذائنا. زين رغد، أكو أشخاص همنا أنا حاولت يعني خلينا نقول اتبع هذا النظام اللي هو الصبح إذا الريوق ده نحسه شوية يسبب لنا خلينا نقول ثقل بالمعدة، الشوفان ويا الحليب ويا موز أو خلينا نقول تفاح، هل هذا يعوض عن وجبه الفطور اذا احنا يعني خلينا نقول صار فتره احنا ما متعودين نتريق، فهل انه احنا نغبط هاي الشغلات سوا نضربها بالخلاط، هل هذا مثل نوع من العصير يعوض عن وجبه الفطور؟ لا باس بهاي الخطوه، لا باس بها، انا افضل يكون خلال وجبه الفطور اكو بروتين. يعني ما نروح نتجه نحو معجنات وكرواسان او كيك على الماشي لانه على السرعه، هاي تنطيني طاقه اكون نشيط، بس يجي نص النهار اني الطاقة مالتي خلصت اروح اسوي هجوم على الغداء، بينما لو اكل فد شوية بروتينات، البروتينات اقصد بها مثلا بيض، حليب، لبن، لبنة، جبن، هاي الامور كلها اللي هي يعني فطورنا العراقي الصباحي. الجيمر شوي نروح يعني ولو لا بس بينا مشكلة الجيمر كلش عالية، ولما ناكل جيمر ناكل كمية كبيرة، يعني مو انه مثلا اسوي لي توستاية عليها شوية جيمر وهاي الاشياء بس يفقد من ياكل جيمر. العيد الفات رغد كانت تقول انه احنا راح نشوف جيمر قدامنا والعسل، فيعني شوية نلزم نفسنا وناكل خاشوقة واحدة من الجيمر. يعني ما علاقة اكل ما ترحم
أنا من الناس اللي أعاني من هاي المشكلة، إنه أنا كلش أحب الجيمر وما أقدر يعني ألزم نفسي يعني لا ممكن أكلها كلها للقطعة يعني. فعلًا يعني أكو أكلات واحد يفقد نفسه يعني أمامها، والسر بالموضوع إنه واحد يحاول يحقق يكون عنده إرادة طبعًا ويحقق توازن، إنه هو ماكل مثلًا مكثر من هالأكلة أو وجبة خلال اليوم، الوجبة الأخرى ممكن يأكل خفيف حتى لو في حال ما عنده نظام غذائي متواصل إنه صحي. كلش الأمور اللي حكينا بها مهمة، واستمتعنا بوجودك ويانا مرة ثانية رغد، شكرا لك. أشكركم على الاستضافة. قبل أن نختم بس عندي سؤال كان ببالي، ما أعرف إذا تشوفين الترند اليوم موجود، دا نشوف وايد ببغداد وبالوسط والجنوب تصير إنه أكو مشروب اللي هو جيمر وحليب الحار ويخلون فوقه عسل. هذا شيء جديد طالع، اني هسه دا اشوفه حكيتي عن الجيمر جباري العالم دا تشرب هذا المشروب هسه. قبل فتره شفت على الانترنت موجود هذا المشروب، وبالعيد شفت هواي عالم منزلين هذا الشيء. يعني الجيمر مو بس دين اكل او دين اكل ويا الخبز، اليوم قاعدين احنا دا نشرب جيمر ويا الحليب. فايش قد انه برايك هذا الشيء يكون مضر؟ الدهون اللي موجوده بالجيمر دهون صحيه، هاي طبعا اكو فد خطا شائع انه كلش هو مضر، لكن كميتها عاليه. دهون الجيمر الدهون الحيوانيه صحيه نوعا ما، احسن من مثلا من زبده، احسن من زبده نباتيه. مثل الدهن الحيواني يعتبر صحي بس لازم كميته صح، كميتها كلش عاليه، فهذا اللي نخاف عليه. بس لا ضير انه يعني مثلا سوينا، انا مو ضد انه ما ناكل الاشياء الطيبه او الاشياء اللي انا احبها، والله انا عندي اراده حذرين منها بالضبط، او مثلا يوم بالاسبوع هذا المشروب كافي يعني يكون بس لازم تجربه تامله هذا المشروب. لا ما انت جربه تجربه. لا شكرا شكرا لك مره ثانيه، كنا فرحانين بوجودك ويانا. شكرا لك رغد، شكرا لتواجدك ويانا. اذا على مشاهدين أسيرة الأكل والغذاء المتوازن، اليوم راح نشوف شلون زين الزهراء نسقوا وزينوا طاولة عشاء العيد. خلينا نشوف شنو كانوا محتاجين وشلون يزينون الطاولة، والأهم من هذا كله شنو كانت نتيجة التزيين. فخليكم ويانا. عيد عليكم مشاهدينا، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله كل أيامكم أفراح وكل عام وانتم بخير يا زين. وانتي بألف خير زهراء، وكل مشاهدي الشرقية بألف ألف خير. مشاهدينا اليوم راح نكون وياكم، بما أنه إحنا بأجواء العيد راح نكون وياكم بفقرة مميزة جدا، وراح يكون أكو مسابقة ومفاجأة راح تقول لنا عنها زهراء. بالضبط، اليوم وياكم فقرة مميزة أول مرة تشوفوها على شاشتنا. هاي الفقرة راح تكون عن زينة طاولتنا وعزايمنا بالعيد، لأن نعرف العزايم تكثر بالعيد. أكيد. فاليوم راح نكون وياكم فقرة، خليكم ويانا حتى تشوفون شنو هي. مشاهدينا، منو من عندنا ما يحب يزين طاولته على ليلة العيد، خاصة انه احنا العزايم عندنا تكثر ونحب انه نزين زين. انت بالبيت تحبون تزينون؟ انا احب ازين، خاصة من يكون عندي فد عزيمة كلش مهمة، بس مرات من يكون اكو فد شيء قاعدة شبابية ما تهمني تفاصيل هاي، اعتقد البنات يهتمون هاي التفاصيل اكثر شيء. فاليوم راح نشوف منو راح يزين طاولته احسن. ها اوكي، هذا معناته انتم شاهدين حيصير تحدي بيني وبين زين، من اللي راح يزين طاولته احلى، حيكون زين او اني؟ زهراء هاي طاوله العيد هالمره، لازم احنا نزين فتشي على العيد، على العيد ما طول احنا صار العيد، فيكون فتشي له علاقه بالعيد واجواء العيد. تمام. طبعا هاي الغراض اللي تشوفون اللي ورانا، هاي كل الاشياء اللي احنا راح نستخدمها على الطاوله، وحنشوف من حتطلع طاولته احلى. نبلش؟ علم زهراء مختاره الشغلات، ها انا ما مختاره الشغلات. اوكي يلا خلينا نبلش. عاد يلا، انا عندي الحريه اختار الشغلات اللي اريدها. زهراء منك، انا اختارت شغلاتي لان اعرف بك اكيد راح تجي على الشغلات. الشغلات الحلوه لنفسك انت. زين، ما عندنا شيء محدد، غير اني راح ابدي ازين بكيفي. اوكي، انا راح استخدم مثل ما تشوفون هاي الذهبيات. هاي شنو راح استخدمها؟ اي شنو هاي قولي لنا. مثل ما تشوفون اكو مناديل عندنا على الطاوله. صح. هاي المناديل اسمها نابكن، هاي نستخدمها احنا حتى نفرشها على رجلنا من نبلش اكل. صح. ف راح احطها بهذا الشكل. راح تسوي مثل هاي؟ انا ما اعرف اسوي النابكن. اسوي لك اياها اني؟ يعني هذا بطل تحدي. انا راح اسوي نابكنز. يعني عندك هاي الاسود تقدر انت تتحكم بيها. اوكي، المشكله اني ما اعرف اسويها.
أنا كلش مو زين بالتنسيق و بس راح أنا كلش ممتازة بالتنسيق على فكرة. أنت تعرفون. بس هاي مو حجة. بعدين تطلع طاولتي أحلى من طاولتك تقول لأنه أنا ما أعرف بالتنسيق. زي ممكن نخلي الورود هيك على الطاولة عادي يعني؟ حسب أنت وذوقك. أو ما ممكن. لأنه هي مال عيد فأكيد لازم يكون أكو بيها شغلات. أنا وصلت للنابكن الأخيرة حتى أبلش أزين طاولتي. أنا دا أحاول أخلي شغلات مو بالنص لأنه متأكد راح يكون أكو أكل بالنص فراح أبقي شوية مجال أنه الطبق. أنتوا بس طبق سؤال العيد. أنتوا ملاحظين إن زين أخذ كل الوردة اللي أنا جايبته ما بقى لي ولا وردة. أوكي. هي مسوية فيكة هي جايبة شغلات اللي هي تريد تشتغل عليها بس أنا ما جابت لي شيء. بس أنا أعتقد زهراء. أنت ما اجتهدت شخصيا بصراحة. أوكي. أوكي. أنا هاي النابكنز ما أعرف شو تقولون أحطه بالنص الورد أو حيصير يشبه معزين. لا أفكر أحط الورد يا بالبداية وبالنهاية. تقلدني أو ما تقلدني قد تفكر. ما أقلدك أني. أوكي ممكن نحطه بهذا الشكل أو نحطه. لا أنا أعتقد هيك يطلع أحلى. لا أحس زين اللي يباوع على طاولتي. صدقوني مدى أباوع صدقوني. بس هاي أنا مدى أعرف إذا يعني اكو جماعه الاتيكيت اللي يهتمون بهاي تفاصيل زهراء ما يصير ينتقدونك ما اعرف اذا هاي الشغلات هم تكون صحيحه او لا بمنظورهم بس يعني اعذرونا هالمره لانه احنا بنحاول نبدع ونخلق طرق جديده للتزيين خاصه الشباب يعني ممكن زهراء تلوموها شوي لانه هي عندها شغف بالتزيين وبالاتيكيت اي والله صح بلشت تتغير من شفت طاولتي حلوه شفتوا؟ بلش يغير شاف طاولتي احلى من طاولته اي صح حط لها النابكن مالتك الزينه حتى نرويهم التتشات اللي صراحه الشباب ما يهتمون هاي النابكنز كلش هوايه بس صح. احتراما لتقاليد بس ممكن اقول لكم شغله للامانه زين النابكنز مالته احلى من مالتي خلي يعني اكون هاي روح رياضيه هذا اعتراف رياضية. زهراء يعني انا اغضب باعتراف انه انا طاولتي احلى لا مو طاولتك طاولتي احلى اكيد اكيد طاولتي احلى اوكي هسه راح ابلش اشغل شموعي حتى تشوفون الشكل النهائي للطاوله مالتي وشلون زينتها. يا الله. ايه الحمد لله والشكر. انا كملت مشاهدي مثل ما تشوفون طاوله بسيطه جدا و يعني ما تاخذ وقت كلش هوايه وعدكم الاكل مال العيد. وترتيب ورود وشموع يعني اني دا اشغل شموع طبيعيه شموع صناعيه دقيقه اشتغلت وخلاص بس يعني قصدك مالتك اسهل من مالتي؟ مالتي شويه اسهل من مالتي للعلم النساء يحبون الاشياء المعقده خلينا نكون صريحين يعني احنا نحب الشغلات بها شغل على عكس الشغلات الحاضره احنا نحب الشغلات البسيطه جدا انت لا تنسين همنا عندك شغل بعد الاكل فمنو راح يشيل ومنو راح يغسل؟ احنا صراحة أنا شوفوا اكو شغلة لازم نحكي يعني أهم شيء روح المشاركة، وين المشاركة يا جماعة؟ صح صح روح المشاركة يعني مو بس المرة هي اللي تسوي الأكل وزين الطاولة، صح لازم الكل بالبيت يساعدهم. بس جديات الأقفاص مال زهراء حبيتها كلش، يعني على بالي أنت راح تجيبين كناري فت عصافير تخلين بيها يضحك على طاولتي بس حلو ترى مال الشموع 10 ايد جديات حلوه ما في زهره سمبل وحلوه بس بيها اكثر الوان ما اعرف انت تحبين البياض اكثر دا اتابع انه النابكنز مالتك الزينه كل شاهدين طلعت بتباوع على طاولتي احنا اتفقنا ما كوش بس اوكي اوكي بهيج تكون خلصت طاولاتنا حتى انتم تقررون على مواقع التواصل الاجتماعي لقناه الشرقيه منو حتكون طاولته احلى من الثاني فنريد تصويتكم طاولة زين لو طاولة زهراء هي الأحلى وهسه راح نصور لكم إياها ونحكي لكم عن تفاصيل طاولة طاولة تفصيلة تفصيلة داخل طاولة
مثل ما شاهدنا زين زهراء بدع وكانت منافسة شديدة بيناتهم، واضحة المنافسة. وما أدري صدق زين شدة باو على زهراء أنت صراحة. أنا يعني أخذت شوية تفاصيل من الأهل لأنه هي عندها شغف أكثر، هي ملتمة أو مهتمة كانت بالشموع، حسيت بالشموع هي أكثر شيء. بس إحنا راح نشوفها من الجمهور شو راح يصوت على طاولتي ولا طاولة زهراء. أنا متأكد أنه الشباب راح يصوتون طاولتي لأنه هي سهلة وأنه ميراد لها هواية تفاصيل. شموع تجيبيها أو العكس، ممكن الشباب يصوتون زهرة ومعجبيك يصوتون لك. إيه ليش لا؟ بس صراحة شغلكم اثنيناتهم كان حلو، عجبتك يعني إيه؟ ممكن تقلدين انه تشوفين تاخذين شوية من افكار يعني؟ ممكن اخذ يعني، هم انت لك لمساتك الخاصة. ما زعلكم اثنيناتكم، انت لك لمساتك الخاصة وزهرة ايضا ضافت شغلات حلوة على الطاولة. خلنا نقرا بعض من تعليقاتكم الموجودة على الانستغرام. آية تقول شلون تكون لما واولاد اختي ما يقعدون راحة؟ لا تبلحن، لازم تبقين بالبيت آية، ما تطلعون يعني. بتولد تقول هو من يوم العيد أنا قضيتها بس تنظيف ولي حد هسا. الله يساعدك. يعني أكيد بتول أنتوا بيتكم بيت الشبير أو أخ الشبير أو بيت البيبية وعدكم ضيوف هواي على مود هيك أنتي مقضيتها بال فعلا، خصوصا هسا الجو مترب فلا تنظفون، ماكو داعي لأنه يعني راح يرجع يتوسخ. بعد شنو عندنا التعليقات؟ فهد يقول أكيد زيارات العائلية ما أشبع منها، واليوم عندنا زيارة مع بيت خالي. حلو، شنو بعد؟ كان هواي أكو تعليقات منهم اللي دا يفضل أنه يقضي أيام العيد ويا لمة الأهل والعزائم اللي تصير داخل العائلة، واللي يحبون أنه لا بدون هالتعب نروح نتغدى أو نتعشى برا. وهذا الشيء احنا بدنا نكون بدنا نقضي وقت اكثر ويا العائله بدون ما احنا نتعب نشيل وناخذ ونضبط، لانه هذا همين تعب كلش هواي الامهات. الله يساعدهم صراحه اللي يتعبون كلش برمضان ايضا بعد رمضان بتحضيرات للاعياد وايضا الكليتشه والاكل، واكو اذواق مختلفه داخل بيت واحد، فلازم الامايه ترضي كل الاذواق الموجوده بالعائله. خطية الامهات اصلا تعبوا خلال شهر رمضان، والطبخ المستمر يوميا، الافطار والسحور ما عدا العزايم الاوريدي هم موجوده اثناء شهر رمضان، فتعتبر فتره العيد خلينا نقول ممكن هي فرح ومشاركه وايضا راحه للامهات. بس الاول يوم هو يعني اجباري، اول يوم لازم داخل تكون داخل البيت والعزيمه واللمه، ومثل ما يقولون الاوقات الحلوه تمر بسرعه، فهاي اللمه والاوقات تمر بسرعه ونمل ونخلص نطلع برا بعد ما نخلص اللمات. مشاهدينا اكيد احنا بعدنا باجواء الاحتفالات، فاحتفالات الناس وفرحتهم بالعيد شيء كلش كلش حلو، والاحلى هو المكان اللي هو يحتفلون بي. فخلونا كلنا احنا نروح وياكم الى دهوك حتى نشوف الاجواء والتحضيرات العيد وايضا احتفالات العلم بالاعياد، فننتقل مباشره الى دهوك مع ايه. ايه صباح الخير وكل عام انت بالف الف خير. عيد السعيد ايه، تسمعينا؟ اهلا وسهلا، اهلا زين، اهلا تاميلا، عيدكم سعيد وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير وصحه وسلامه، وصباح الخير على مشاهدي قناه الشرقيه، وعيد مبارك ان شاء الله على جميع. شكرا. تغطيتنا اليوم من مدينه دهوك في مصيف ايشاوا تحديدا، حيث يبعد هذا المصيف حوالي 45 كيلومتر عن مدينه دهوك. حلو، المناخ حاليا جدا جميل، اجواء كلش جميله هنا، دا اشوف توافد العوائل العراقيه من جميع المدن جايين يحتفلون بالعيد، مثل ما دا تشوفون هنا الشلال، هذا شلال ايشاوا بمدينه دهوك، تشوفون العوائل دا تلتقط الصور، عوائل ثانيه دا يحضرون الطعام. هنا دا اشوف على يميني مجموعه من الشباب دا يدبكون الدبكات الكرديه، الدبكات العربيه، وان شاء الله راح اخذكم هسه جوله ويانا للعوائل حتى نلتقي بعوائلنا. اجواء جدا جميله، المناخ معتدل، درجه الحراره هنا تتراوح تقريبا 20 الى 18 درجه مئويه. فنشوف توافد العوائل العراقيه لان المكان بارد. فعلا مبينه الاجواء جدا حلوه، مكاننا خالي اكيد. ها ايه انقلينا بعض الاجواء، خلينا نشوف احنا نشوف الناس موجودين بكثره. نعم، عندنا ويانا حاليا احدى العوائل العراقيه. مرحبا، شلونكم؟ اهلا وسهلا، انتم بالف خير صحه وسلامه ان شاء الله، الله يحفظكم. حضرتكم من وين جايين؟ ان شاء الله من بغداد.
هلا وسهلا، شلون تشوف اجواء العيد هنا؟ والله ان شاء الله اجواء العيد هي بوجودكم وبوجود هاي الناس الحلوه كلش حلوه، بس اكو فد عندنا ملاحظه صغيره. نعم. اتمنى من عندكم تقلوها، وهو دائما بالاعياد تعرفين يصير اللود على الاقامات كلش هواي، يعني خلال قناتكم اتمنى توصل صوت المسؤولين انه بس يكثرون العدد، يعني هواي اكو شبابيك كانت مسدوده والعوائل تعرفين اطفال وهذا بالثلاث ساعات اقل انتظار للاقامه. احنا مو مشكله، هذا شيء امني منتهين من عنده، بس مجرد يكثرون العدد المنتسبين حتى تمشي الاليه بصوره سريعه ان شاء الله. وتقريبا هذه فقط خلال ايام العيد، لان بس هي هاي الشغله اللي اكثر شيء شويه تزعجنا، اما باقي الامور والله الناس كلها متعاونه وتحب تخدم السائح. شنو رايكم بالاجواء هنا، اجواء المصيف؟ والله اجواء المصيف ان شاء الله يعني كل المصايف كليتها اجواءها تقبل وحلوه، وان شاء الله ينعاد عليكم كل خير. شنو امنياتك من خلال قناه الشرقيه تحب تقدمها؟ والله امنياتي الوحيده انه يعم السلام على البلد كليته، وهي هاي احلى امنيه، لان من يعم الخير كل ترتاح، حتى الامور كلها تمشي، هي اكو نوبات هي الثمره، من تصير الثمره تنتج بعد كلها تكون تمام مرتاح. والله شكرا جزيلا. مشاهدينا ننتقل وياكم الى عائله عراقيه ثانيه. مرحبا صباح الخير. شلون صحة؟ اهلا وسهلا. دكتور باسم عايسد خان استاذ كليه الهندسه. حضرتكم من جايين؟ من بغداد. اهلا وسهلا. شلون تشوفون اجواء العيد هناك؟ شلون تشوفون اجواء العيد هناك؟ حلوه ومعبره، دلاله على ان الانسان دائما يدور على السعاده ويدور على الفرح، وهذا التجمع الحلو اللي يشمل جميع الطوائف وجميع القوميات يدلل على انه تشكيله العراق تشكيله متعدده، وان شاء الله العراق يكون بخير، وان شاء الله دائما احنا في سعاده، والله يوفق الجميع ان شاء الله. شلون شفتوا الطريق، المناظر الطبيعيه الخلابه خلال مجيئكم للمصر؟ حقيقه يعني العراق خاصه في كردستان العراق اجواء كلش حلوه واجواء ربيعيه تقريبا، يعني دائما الخضره والماء والوجه الحسن. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين ننتقل وياكم الى عوائل مرحبا. على عيني. شلونكم؟ كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. صح. على الجميع، شلون تشوفوا الاجواء هنا بالمصيف؟ كلش حلوه وطيبه ومتونسين. جايين شباب لو عائله؟ آه شباب شباب. المناظر هنا سويتوا فعاليات؟ والله كل شيء سوينا بعد عيد. هو تدبكون ويا الشباب هناك؟ اي دبكات وهذه احتفلنا، ومثل ما يقول عيد. اساليهم اذا كل عيد يجون نفس المكان يحبون يقضون عيدهم بهذا المكان. جميع المسلمين لمن واحد يقدم، يعني شيء حلو والله روعه، وماكو شيء، امان واستقرار، الف الحمد لله والشكر. كل عيد تجون هنا لهذا المكان؟ والله كل عيد نجي لهنا وسولف، ما نخلي بوكان ما نفترى به. اي شنو هي الاماكن اذا تقدرين تسالين العوائل الموجوده؟ نعم. شنو هي اكثر الاماكن السياحيه اللي هم يفضلون يزوروها خاصه بهذا الوقت؟ ونعرف انه شمال او كردستان بها اماكن كلش سياحيه حلوه ودرجات الحراره ايضا تختلف، فشنو هي ابرز الاماكن اللي هم ممكن يزوروها؟ نعم. او يروحوا لها خلال ايام العيد؟ راح نلتقي حاليا مع عائله عراقيه ثانيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عامكم بخير. بخير ان شاء الله، صحه وسلامه. اهلا، منين حضرتكم؟ من جايين؟ بغداد. وسهلا. كل سنه تجون هنا تزورون المصايف بالشمال؟ اكيد كل سنه هنا موجودين، لان الاجواء حلوه وعوائل حلوه، شبابهم حلوين ان شاء الله، اهل بغداد واهل المحافظات الباقيه، فالحمد لله متونس. اول مره تزورون مصيف ايشاوه؟ لا دائما، يعني كل سفر احنا هنا مصيف. تفضلون هذا المصيف؟ اكيد اكيد كلش حلو. ليش تفضل هذا المصيف عن بقيه المصايف؟ مع العلم ادهوك بها هوايه مصايف سولاف، قلي شيرانه. نعم. والله المصايف كلها حلوه هنا، يعني حتى من نصعد على زاخو اكو مصيف دشتتاخ التركي هم كلش حلو، مصيف سررش هم ماتين على زاخو هم كلش حلو، بس هنا الاجواء احلى. جايين ويا العائله؟ لا والله احنا شباب جايين، بس العائله اكيد يعني غير سفره ثانيه ان شاء الله هم موجودين. ان شاء الله، شنو امنياتك بعيد الفطر لمن حاب تقدم التهاني من خلال قناه الشرقيه؟ اكيد الامي. ما عندي عزم العدل. الله يحفظك. شكرا جزيلا. اي خلينا نشوف بعض الاطفال او صغار السن الموجودين، خلينا نحكي وياهم همينه ناخذ رايهم ونشوف شلون شعورهم بهذا اليوم وبهذا المكان.
تمام. طبعا مستمرين معكم مشاهدينا بتغطية الاجواء هنا من مصيف ايشاوة. اهلا وسهلا. وكادر الشرقية بألف خير. الله يبارك فيك نانا. السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير. كادر الشرقية بألف خير. أستاذ سعد البزاز الله يحفظه، أبو الفقراء، والست شيماء وعلى الخالدة، تحية خاصة من الموصل ودهوك إلى الشرقية. أهلا وسهلا. حضرتك قالة من مدينة الموصل؟ من الموصل. أهلا وسهلا. شلون تشوفين أجواء العيد ما شاء الله ما شاء الله وردة. الحمد لله الأمان والناس يعني فرحانة ومكيفة والحمد لله والشكر. نشوف إقبال من جميع المدن العراقية. إيه الحمد لله الحمد لله والشكر. من حابة تقدمين تهاني من خلال قناة الشعب العراقي كله، الكادر الشرقية خاصة. والله الله يحفظكم. فقراء. أهلا وسهلا. شيء آية دنشوف انه الاطفال هم متواجدين بكثره. سالتش تعملها الاطفال شلون هم يحتفلون او شنو النشاطات اللي يسووها؟ دنشوف الشباب يرقلون والنسوان مشغولين بالاكل ويرقصون همينه فرحانين يرقصون همينه حلوه الاجواء. شنو الاطفال ايش يسوون هناك؟ شفت ان انا واحد من الاطفال الحلوين وياي. اي حبيبي شلونك؟ زين. من وين جايين؟ من بغداد. شلون تشوف الاجواء هناك؟ تفضل. تونستوا هنا؟ نعم. ويا من جاي؟ ويا ابويا وامي. ويا من جاي؟ ويا ابويا وامي. تونسين بالعيد؟ نعم. ايش حضرتوا ايش سويتوا؟ نسأله يحب الشرقية يتابعنا دائما. تونسين ويا اصدقائك؟ تابع قناة الشرقية؟ نعم. هذا اهم شيء. شكرا حبيبي. الاجواء ايش قد حلوه. تقلوا وياكم فعلا هناك بنشوف. اي والله متمنيكم كلش حلوه الاجواء. كلش متمنيكم والله الاجواء كلش حلوه. ويانا احد السائحين. مرحبا. اهلا ومرحبتين. شلون تشوف الاجواء هنا؟ جهه جهه قشتيوريه افا شلال اوشوايا الشين بيجين الخوري العراقي الجنوب العراقي البغضة وبصرة والهرم وكردستان همي قصد شلال وشاوات كان واس بخيراتنا كان اللي هواي شرقي كان قال لك بخيراتنا سر شابا واضح انه هو يقول أي بس واضح انه يقول الكل يهتم بهذا اليوم. نعم. بهذا المكان سواء من الجنوب او الشمال. نعم نعم. شنو حاب تقدم تهاني اني حاب تقدم تهاني خلال قناة الشرقية؟ تلفزيون شرقي يعني كانالك يعني زيدا مرغوبه يعني همي قوا قدري ويت جرين وهمي وقتها تتفيري الخدمه قشتياري هيجودا يا وهايل المل خوري العراقي تين ام خدمه وات كم قشتي ام خدمه قشتياري هيجودا. شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا وسهلا. بيقول هنا العوائل العراقيه دا تتوافد من جميع مدن الجنوب والوسط واحنا هنا دا نخدمهم بمصيف ايشاوه. اهلا وسهلا بالجميع. راح نشوف شكرا جزيلا على التغطية. احنا لانه لسبب ضيق الوقت ما راح نقدر نكمل بس انت استمتعي بمكاننا وخلينا نقول غطينا كل الاجواء الموجوده بهذا المصيف مصيف ايشاوة بين الاجواء كلش حلوه فعلا. ونتمنى الصحه والسعاده للجميع والامن اهم شيء لكل اهالينا هناك يبتعدون شويه عن المي وينتبهون. شكرا لك آية مره ثانيه وعيد سعيد عليك. مشاهدينا مكملين وياكم بفقراتنا لهي الايام المميزه وشرقيه مستمره وياكم بتغطيه كافه الاجواء بمختلف المدن العراقيه مثل ما شفتوا احنا دنغطي لكم من سليمانيه من دهوك من بغداد من كل المحافظات اللي تحتفل بهي الايام المميزه والاجواء الحلوه. الباحة كنت بسليمانية شلون كانت الأجواء؟ أجواء كانت تخبل كلش حلوة. أهم شيء بس نرجع ونذكر الأهالي اللي يحتفلون بالقرب من المي أو الأماكن اللي يكون بيها مي شوية ينتبهون على نفسهم وعلى أطفالهم لأنه دنشوف كوارث حتى نبتعد عن هاي الأخبار الحزينة بهاي الأيام المباركة. اليوم عندنا خبر منوع كالعادة بس هالمرة راح تقدمه تاملة خلينا نشوف شنو راح يكون خبر المنوع. هو
احنا نحكي عن الوفاء والتفاني بالعمل، بس اليوم الخبر المنوع جدا مثير للجدل والاهتمام، لانه مثل ما نقول صح هواي من عندنا ممكن يكون عندهم اهتمام وتفاني بعملهم، ولكن سمعوا وياي هذا الخبر اللي هو انه الحب للعمل والتفاني والاهتمام صفات كلها اجتمعت برجل واحد. الموضوع هاي السنين كلها بنفس المكان نفس الروتين هو ممل، احنا عندنا مشكله تعملها كلش نحب بسرعه نغير فعلاً روتين، بس الظاهر هو لا عنده حب غير شكل لمهنته اللي يحكي عن التفاني والولاء للعمل. هذا اول من نوعه صراحه، اكيد نوجه له تحياتنا. انا قليل اشوف اشخاص يبقون نفس المكان، لكن الظاهر هو من الاشخاص اللي يحبون عمله ومكانه واستمروا به طول هاي السنين. فعلاً. مشاهدينا احنا لهنا ونكون وصلنا لختام فقراتنا لحلقتنا لليوم، نتمنى تكونون استمتعتوا ويانا، نلتقيكم باكر او بالحلقات الجايه بنفس الموعد. نشوفكم، مع السلامه. باي باي.